حضرتك واحد من الناس اللي كانوا في دايره صالح سليم، واحد من الناس اللي اشتغلوا معاه، واحد من الناس اللي عاشوا العصر الذهبي للاداره المحترمه بتاعت كيان زي النادي الاهلي. فخلينا ناخد صالح سليم ككتالوج، يعني الاسئله اللي جايه دي فقره اسمها كتالوج صالح سليم لاداره النادي الاهلي. وهبدا مع حضرتك من اول الازمات الكبيره، وهي ازمه الانتخابات وفكره الجمعيه العموميه على مقرين، الازمه اللي مولعه الدنيا، وهي ازمه اللائحه الاسترشاديه اللي فيها خناقه دلوقتي مع اللجنه الاولمبيه، واللجنه الاولمبيه بتقول يا جماعه احنا مش عاوزين تتم على مقرين. هتستحملني في الاجابه شويه؟ اه معاك. اولا لازم نفهم ان انا لما بقول صالح سليم مش هقول وجهه نظر، ومش هقول الكابتن صالح كان بيعمل كذا فواحد يقول لي طبعا ما هو مش موجود دلوقتي. لا، انا هقول صالح سليم عمل ايه في هذه الازمه. يعني النهارده في ازمه بين النادي الاهلي واللجنه الاولمبيه ومن ثم الدوله في موضوع اللائحه النظام الاساسي للنادي واللائحه الاسترشاديه. هل انا مع حق النادي وكل النوادي مش النادي الاهلي في عمل لائحته الخاصه؟ مؤكد. صحيح. مش حق، ده واجب. وعيب ان ما يعملوش كده. طب الخلاف فين؟ الخلاف كله ان اللجنه الاولمبيه قالت لك لو انت ادي لائحه، لو انت ما عرفتش تجمع نصاب قانوني يتناسب مع حجم جمعيتك العموميه قدره 8% قدره في النادي الاهلي ب 12500 واحد، يبقى خلاص اللائحه الاسترشاديه، لان ما فيش بديل، ما هو النادي هيبقى في حاله فراغ وتداخل على انتخابات، يبقى لازم في لائحه استرشاديه. هل فرض عليك اللائحه الاسترشاديه؟ هتيجي تقول فرضوا عليا بانه بيعجزني على ان اجمع الجمعيه العموميه. انا مش شايف ان يليق بالنادي الاهلي نقول مش بالنادي الاهلي، باعضاء النادي الاهلي ان يقولوا والله اصل ده هيبقى يوم متعب ولا يوم زحمه. عمرها حصلت قبل كده؟ ده حصلت كتير، و20,000 و25,000 في الانتخابات، لكن كمان المره دي العمليه سهله، انت مش رايح تحضر جمعيه عموميه ولا مناقشه ميزانيه ولا هتقعد في النادي تستنى لحد ما الاجتماع يبقى كورم او قانوني وبعدين تبتدي تخش، لا ده انت هتروح من 9 الصبح تحط صوتك وتمشي. يعني العمليه هتبقى لا فيها تكدس ولا فيها زحمه ولا فيها حاجه. ازاي ما نكونش حريصين قوي على اننا نروح؟ طب لماذا قرر مجلس الاداره ان الجمعيه تبقى على يومين وفي مقرين؟ وفي مقرين. وانا قلت الكلام ده على شاشه الاهلي، لا افرض رايي على احد، ولكني انا ضد هذا تماما تماما تماما. ايه عيوبه بقى؟ ما بعض الناس تسال تقول لك وايه المشكله يعني؟ عيوب. مش احنا اتفقنا كتالوج صالح سليم؟ صحيح. لان انا كنت بالصدفه مدير النادي، وعلى فكره الماتش محمود طاهر اعتقد انه كان في مجلس الاداره ده، اللي هو من 96 ل 2000 مع الكابتن صالح، والازمه دي حصلت في نهايه او بدايه 98 او في نص 98 حاجه زي كده. كانت الرؤيه لما كنا بنتناقش، وطبعا في 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 وجود الكابتن صالح، اللي هو لما بنقول كتالوج صالح سليم مش بنقول صالح سليم لاننا يعني دراويش لشخص بنحبه، انت بتقول على منظومه كانت ناجحه، بنقول ان الراجل ده استقى مبادئ مستمره لخصها وكرسها، مختار التتش خدها واضاف اليها من النماذج التطبيق العملي اللي اصبحت خلاص هي اللائحه الاسترشاديه بتاعتنا كيف يفكر عصر صالح سليم او صالح سليم تحديدا. وانا مش شايف ان في مشكله، لان كلنا بنقول احنا صلحويه. اكتر واحد كمان ارتبط بالكابتن صالح في نهايه حياته وكان موجود جنبه وبيقول انا اقرب واحد الى صالح سليم هو المهندس محمود طاهر. صحيح. ما انتش محتاج يا باشمهندس امشي على كتالوج، مش محتاج ان حد يقول لك راي، انت عشت جنبه وشفته في الموقف ده عمل ايه؟ عمل ايه؟ رفض ان يبقى في جمعيه على يومين. لان كانت بدات همهمه، انت لما انت عندك هيبقى اكتر من فرع مش بس مدينه نصر. لو كل فرع صمم يعمل دنيته لوحده هتبتدي، وانت انا مش بتكلم على المجلس ده بقى عشان ما حدش يقول لك انت بتتكلم على كيان، بتكلم كله. كمان 10 سنين يا سيدي، انتوا ناس يعني من يعني حريصين على مصلحه الاهلي وشفافين، لكن هو عادل القيعي لو جه بعدكم هيبقى حريص وشفاف ولا هيبقى اناني؟ صحيح. طب لو عادل القيعي ده اناني هيجي بعد 7-8 سنين في دورتين ولا حاجه هيعمل ايه؟ هيدورها استقطابات. هبتدي اجامل الفرع اللي فيه اعداد اكتر وهعمل له خدمات اكتر وهروح لاعضاء واقعد معاهم، وهيبقى كل عضو مجلس اداره عنده كتله داخل الفرع ده وكتله داخل الفرع ده، وهنبتدي باسم النادي نفسه
لا ده أنا سمعتها. كان هناك وقت من الأوقات في أكاديميات ومدارس للألعاب في الفروع في فرع مدينة نصر وفرع الجزيرة أو مقر الجزيرة. لما كان بتنقي اللعيبة بقى للفرق اللي هتمثل النادي الأهلي تاخد اللي ينتخبك. لا الأول كنت بتختار أنت المميزين. فابتدى اللي ما اتخدوش في وتحديدا في مدينة نصر يقولوا إيه ولادنا هيعملوا إيه. ما تسمحوا لنا نلعب باسم فرع مدينة نصر. هكذا تكون البداية. أي شيطان أوحى لك، فيبقى عندي ثلاثة أهلي بقى. أي شيطان أوحى لك أن دي عدالة وراحة للأعضاء. وهنا أنا بقول لأعضاء مدينة نصر نفسهم، عليك ألا تقبل، لأنك أنت النهاردة إذا كنت عايز ابنك وأسرتك تطلع فخورة بتاريخ الأهلي اللي احنا كلنا فخورين بيه ما تغيرش الثوابت.